السلام عليكم. اليوم تعرف كذلك على خدمة أخرى مشابهة لشات جي بي تي، كاكيس دوت اي. هذا هو الموقع، فيه ميزات مشابهة لموقع شات جي بي تي، ولكن شات جي بي تي أكثر أفضل. هنا تقوم بالتسجيل بدون في بي ان ولا شيء، مجرد يوزر نيم، إيميل، كلمة سر، تعيد كلمة سر انتهى الأمر. هنا تقوم بالدخول إلى حسابك. فالآن هذه الحساب الخاص بك، هذا هو لديك فقط مجانا 20,000 كاركتر، تقوم بالبحث فيها والبحث واستخدامها كذلك في البرمجة وغيرها. فهناك خيار آخر لزيادة الرصيد سنتعرف عليه فيما بعد. هنا نجرب مثلا نبحث عن، ربما نجرب أي كلمة، هنا نكتب أي كلمة، نشاهد النتيجة كيف ستكون والسرعة. مثلا نكتب تعريف الانترنت، ونشوف النتيجة كيف ستكون. هنا جينيريت، فكما نشاهد مباشرة يبدأ بإعطائك النص أو فقرة لما تريد البحث عنه. أكيد ربما يمكنك الاستمرار في مناقشته. هنا النتيجة باللغة العربية والإنجليزية. نعود إلى الحساب، هناك كما قلت كثير من الخيارات مثل البرمجة وغيرها. في الأسفل تجد مور، هنا يمكنك زيادة أو الحصول على هذا الرصيد. 100,000 فري كاركتر كليم، سحب، تقوم بسحبها، ولكن بشرط أنك تقوم بوضع شرح لهذه الخدمة وتنشر الرابط في التيك توك. سأجرب فيما بعد، بعد نشر هذا الفيديو، ونشوف إذا كان فيه كما قلت ميزات كثيرة متنوعة مثل البرمجة. هنا يمكنك البرمجة بهذه اللغات المختلفة والحصول على أكواد. فجرب الموقع لن تخسر شيء. شكرا للمتابعة، كان هذا شرح اليوم. شكرا، السلام.